بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. من منبر مدرستنا الغالية زهرة الأشرفية الخاصة، أحدثكم أنا آلاء أبو طالب، معلمة التربية الإسلامية، للبدء بمرحلة التعليم عن بعد، وسنبدأ مع الصف الرابع مادة التربية الإسلامية. درسنا اليوم عن اسم من أسماء الله تعالى العظيم. إحنا بنعرف إنه أسماء الله 99 اسم، وزي ما بتعرفوا يا رابع كان في معانا مسابقة من الأسبوع الماضي وفاز فيها طالبين بحفظ أسماء الله تعالى الحسنى. اسم اليوم العظيم. شو يعني العظيم؟ العظيم هو اسم من أسماء الله تعالى، يعني إنه الله له مكانة عالية وصفات كاملة. قال تعالى في محكم كتابه: ليس كمثله شيء. إذا العظيم اسم من أسماء الله تعالى، يعني أن الله له صفات كاملة، يعني ما في أي نقص، وأن الله له مكانة عالية، يعني لا أحد يعلو عليه. الآن إذا إحنا بدنا نفكر في مظاهر من مظاهر الله تعالى، لما إحنا نروح رحلة مثلا مع أهلنا، مع المدرسة، مع ناس إحنا بنحبهم، ونشوف مناظر الطبيعة، ونشوف الأشياء اللي إحنا بنحبها: مياه، أنهار، أعشاب، الخضار، هذا الحلو اللي إحنا بنطلع بنشوفه. إحنا كمسلمين بنستشعر عظمة الله، وإنه هو العظيم، إنه هو قادر على كل شيء، وإنه هو خلق لنا هاي الأشياء. فشو راح نعمل؟ راح نحكي سبحان الله، أو ما أجمل هذا المنظر، وإلى آخره. الآن إذا إحنا أظهرنا إيماننا بالله العظيم، كيف بده يظهر في أقوالنا وأفعالنا؟ أول شغلة بده يظهر فيها تعظيمنا لربنا، اللي هو تعظيم الله تعالى والالتزام بأوامره واجتناب نواهيه. كيف يعني؟ يعني أنا بدي أطيع الله، بعدين بدي أطيع رسوله، ألتزم كلام الله في القرآن، وأطيع أوامر الرسول في السنة النبوية اللي هي في الحديث. الشغلة الثانية كثرة ذكر الله، وحكينا من الأسبوع الماضي إنه في عنا تكليف للأسبوع اللي هو الصلاة كانت على النبي صلى الله عليه وسلم خلال فترة العطلة الخميس للسبت. والشغلة الثالثة اللي هي تعظيم كلام الله تعالى، وذلك بتلاوة القرآن الكريم. أنا لما أقرأ القرآن الكريم أنا بحكي لربنا إني أنا مؤمن بقدرته، وإني أنا بعظم